وذكرت كلتنا يهف بها ويسبح في مداها، قمر تحير كالفراشة، والنجوم دندن كالأجراس فيها كالزنابق إذ تعوم على المياه، وفضل القمر المياه. هو الصيف يلثم شط العراق بغيماته، ذاب فيها القمر وتوشك تسبح بيض النجوم لولا برودة ماء النهر، وهف شراع لأضلاعه في الهواء اصطفاق، وغنى مغن وراء النخيل يغمغم يا ليل طال السهر وطال الفراق. من جديد عدنا معكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج مبدعون عبر قناة آسيا الفضائية، وضيفنا الشاعر والناقد العراقي ناصر الحجاج. أهلا بك أستاذ ناصر. مرحبا ثانية. كنا نتحدث قبل الفاصل عن كتاب حضرتك بدر شاكر السياب، هوية الشاعر العراقي، وتوقفنا قليلا عند بدايات هذا الكتاب، كيف جاءت الفكرة وكيف كان الإهداء وإلى آخره. سنغوص قليلا الآن في شخصية بدر شاكر السياب التي درستها حضرتك وكنت متعمق فيها وفي فلسفة هذه الشخصية وأشعاره. نعلم أن بدر شاكر السياب عندما كان أو حتى حينما كان في 16 من عمره تعمق في دراسة المحلية في الشعر أو استخدام المحلية في قصيدته. طيب كيف نضج هذا الإصرار بعد اكتشافه أهمية المحلية؟ عندما اخترت المحلي لدراسته لم أكن أنوي لأجعل منه منهجا، لكن السياق البحث هو الذي أوصلني إلى ذلك. ثم عدت في منهج البحث التاريخي، أين بدأت يتشكل تبني السياب للمحلية؟ فوجدت في 16 من عمره إحدى رسائله كان يصر على استخدام كلمة البلم، والبلم كما هو معروف عند في العراق والبصرة بالتحديد هذا القارب الجميل اللي يتنقل فيه الناس في شط العرب أو في الأنهار، الزورق الصغير، زورق ليس صغير جدا لكنه زورق متوسط ينقل فيه الناس يعني بضائعهم و يتنقلون فيه من مكان إلى مكان. الاصطياد أيضا يستخدمون يعني الصيادين. بالضبط، لم تكن الشوارع قبل 100 سنة معبدة ومزفتة كما يقولون، لكن كان النهر هو الواسطة الانتقال، كان الناس ينتقلون من البصرة إلى بغداد عن طريق النهر، ومن البصرة إلى النجف عن طريق النهر. طبعا هذه كلها مع الأسف اختفت وبدأت يحل محلها شيء آخر، فعالجت هذه الأشياء من متابعتي إلى أن السياب لم يكن استخدامه للمحلي عفويا بل كان قاصدا لهذه المحلية. ثم بعد ذلك انتقلت أتابع شيئا فشيئا، بدأ السياب ينضج أكثر، بدأ السياب يعي ما يقول أكثر، بدأ يتخلى عن الأسطورة الغربية اللي كان يستخدمها في قصائده، حتى الأسطورة تحولت إلى الأسطورة المحلية. الاستخدام للبلم، استخدامه للشناشيل اللي هي طراز معماري محلي، استخدامه وتوظيفه للأغنية المحلية آيا سليمة يا سليمة اللي هي آيا سليمة يا سليمة أيضا أغنية، استخدامه لأغاني الأطفال المحلية يا مطر يا شاشة عبر بنات الباشا، استخدامه لأغاني الفلاحين والعمال حديد عتيق حديد عتيق، هذه كلها أشياء محلية. ثم المفردة، بدأ يستخدم المفردة، استخدم كلمة الكوسج اللي هي سمك القرش، استخدم كما هو معروف كلمة خطية، والموت أهون من خطية. هذه الأشياء المحلية بدأت تتكثف أكثر، بدأت تتضح أكثر، وبدأ السياب يعتمدها بشكل تقريبا دوري في قصائدي. هل يمكن أن نقول بأن المحلية هي جزء من التراث أم أنها التراث بحد ذاته؟ المحلية أوسع من أن تكون تراثا، هناك تراث طبعا محلي، وهناك تراث يشترك فيه أكثر من أمة أو أكثر من قطر من بلد. أنا الذي أخذته التراث المحلي، واللي من ضمنه لنفترض القصص، السياب دائما يستخدم القصاص ويستخدم القصص التراثية، قصة السندباد، قصة عفراء وحزام،
وقصص كثيرة على الدين والأربعين حراوي. يعني هذه من أجواء ألف ليلة وليلة نستطيع أن نقول. وظف التراث الأدبي أيضا في قصيدته. هذا كله. أما بالنسبة إلى المحلي فهو كما قلت يجمع كل هذه الأشياء: التراث المحلي، الأغنية المحلية، الفولكلور المحلي، اللهجة المحلية، بل التقاليد والعادات المحلية. نعم، هل يغني هذا من التراث المحلي أو من المحلية بحد ذاتها؟ بالتأكيد هذا يؤرخ، يغني. هو 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 امتداد للتراث، بمعنى أن التراث عندما يهجر لا يعود تراثا، يصبح تاريخا. فنحن عندما نقول أن تراث أو أن هذا المكان يحمل بصمات التراث اللبناني، لأنه حي، لأنه لو لم يكن حيا بيننا لا أصبح تاريخا. نقول أن هذا البناء هو من التاريخ اللبناني وليس من التراث. إذن هو التراث هو ما هو في التاريخ وما زال ممتدا إلى يومنا هذا. نعم، وصفت كتاب حضرتك بدر شاكر سياب هوية شعر العراقي بأنه يؤسس لمنهج محلي للشعر العراقي، ماذا قصدت من هذا التعبير؟ نعم، التأسيس لمنهج اللي هو المنهج المحلي، احنا نعرف في كليات الآداب في العراق أو في سوريا أو في السعودية أو في مصر أو في تونس أو في المغرب، في كلية الأدب لا يدرس الأدب المحلي. ما يدرس هو الأدب العربي بشكل عام. ما يدرس الأدب الأموي أو العباسي أو أدب العصر الجاهلي. هذا التعميم هو إغفال وإهمال وربما قتل للمحلية، للذوق المحلي. فالمحلي هنا مادة غنية يجب اكتشافها. كيف نكتشفها؟ نكتشفها من خلال أن نعمل على هذا المنهج الذي أنا أسست له في هذا الكتاب، أن يأتي ناقد تونسي يعرفنا بقصائد التونسيين بأشيائهم المحلية، أيضا كما قلت بتراثهم، بأغانيهم المحلية، بلهجتهم المحلية. هناك الكثير من التضمينات. لا نريد للقومية العربية التي تجمع العرب أن تقضي على خصوصياتهم، هذه هي ألوان الحياة. نعم. فالذي يريد أن يدرس لنفترض أحمد شوقي ويبحث في العناصر المحلية سيحتاج إلى أن يتبع نفس المنهج لكي يصل إلى إيضاح وإضاءة أشعار وشعر أحمد شوقي. هل يمكن أن نقول بأن كتاب بدر شاكر سياب هو موجه لشريحة معينة؟ لمن هذا الكتاب؟ الكتاب موجه أولاً إلى نقاد الأدب. كل ناقد أدبي في العالم العربي معني بقراءة هذا الكتاب، بل مطلوب منه أن يقدم ما قدمته عن السياب من خلال تقديمه عن شعراء بلده. هذا ما يسمى بنقد النقد، صحيح؟ هي المرحلة الثالثة من النقد. هذا يعني التأسيس لمنهج نقدي في الوقت الذي هو يعني ممكن نقول نقد النقد، هو النقد المقارن. نعم. بمعنى أن هناك طريقتان في بحث النقد أو في بحث الأدب. عندما نختص في المحلية نكون قد ركزنا أكثر، يعني كالصورة العامة، هناك صورة كاملة وهناك تفاصيل في الصورة، فالمحلي هو البحث في تفاصيل الصورة. على أي حال بدأت هذه العملية، يعني هناك من ينتقد أو من ينقد الآن كتاب حضرتك. أنا أتوقع أيضا الثورات العربية، الآن سيبدأ المصريون يكتشفون أنفسهم ويكتشفون أن هناك جانبا إيجابيا من القومية قضى على محلياتهم. سيبدأون الآن يطرحون لنا شيئا جديدا عن مصر، عن تراثها، عن تاريخها، عن عاداتها وتقاليدها اليومية. كذلك في تونس ستبدأ الآن مرحلة جديدة شعبية هي مرحلة اكتشاف الذات. كذلك في ليبيا الآن، وأتوقع مستقبلا أن يستفاد من هذا الكتاب، سنبدأ نتذوق أنفسنا. سيبدأ كل شعب من شعوب العربية يقول أنا هذه خصوصياتي، لكنني عربي، أجتمع معكم كعربي، ولكن لي شيء جديد أريد أن أعطيكم إياه. نحن لسنا لونا واحدا، نحن ألوان الحياة. نعم. لنعود قليلا إلى خصوصية العراق وشعب العراق وتراث العراق. لماذا التراث العراقي
حزين، لما هو مليء بالحزن؟ سؤال جيد، وسؤال أيضا الإجابة قد تطول عنه، لكن تاريخ العراق الحزن مرتبط دائما بالخيبة. لا يحزن الإنسان إلا عندما يشعر بالخيبة والخسارة. تاريخ العراق منذ آدم، يعني نحن نعرف أن التوراة ذكرت Garden of Eden وأن جنة عدن كانت في دجلة والفرات، بين دجلة والفرات في منطقة القرنة الكورنر. نعم. عندما قتل قابيل هابيل، بدأ حتى يذكر بعض المؤرخون يعني أنه أبيات شعر حزينة قالها آدم، أن حتى وجه الأرض مغبر وحزين، ويقال أن دموع آدم كانت تجرح خديه. الخسارة المستمرة والألم المستمر، وحتى أسطورة تموز الذي يموت وتندبه الآلهة، بعدين جاءت فكرة الإمام الحسين ومقتل حسين الدامي والحزن على خسارته والندم على فقدانه. لا. هذا اللي موجود. وحتى التراث الغنائي يعني معروف أنه حتى بالنسبة للسياب استخدم أغنية أو وظف شيء من أغنية ذوب وتفطر. عندما تسمعين التسجيل القديم الذي كان يسمعه السياب، عندما نعود تاريخيا، السياب عندما كتب قصيدته ماذا كان يسمع؟ فأنا أذكر يعني في القصيدة ذوب وتفطر، يقلي بحيل وياك، هي حزن يعني ذوبان القلب وتفطره في عمق الحزن. ثم نعود إلى الأمومة، الأم تناغي، لو عدنا لا يتسع المجال لذكرها، لكن هناك أغاني موجودة في التراث العراقي، الأم تناغي ابنها بطريقة حزينة، يقول له دليلول الولد يبني دليلول، عدوك عليل وساكن تشول، يعني من هناك هي العداء والقتل والحزن وأن العدو يجب أن ينفى. فالطفل وهو في القماط في لفافته، نعم، يسمع شيء حزين من أمه فيرتكز الحزن في ذهنه. وطبعا ليس حميدا جدا أن يكون الإنسان في جو الحزن، لكن هذا واقع العراق. هذا الحديث يقودني قليلا إلى الذهاب إلى شخصية السياب، شخصية بدر شاكر السياب وغوامض شعره، بما أن حضرتك درست هذه الشخصية وغصت قليلا وتعمقت في شعر السياب، كيف هي كانت؟ السياب في شعره كما في حياته، سياب صريح في شعره وصريح في حياته. سياب كان قويا، أستطيع أن أقول كان بصريا نموذجيا، طيب شجاع وكريم ومتمرد. أما بالنسبة إلى الحزن، فالسياب في حياته اليومية ما كان حزين. من يعرف السياب، وأنا التقيت بزميلته وصديقته وحبيبته لميعة عباس عمارة، كانت تقول أن السياب معروف بروح النكتة، السياب يعمل مقالب بأصدقائه، بس مع ذلك لم يستطع التجرد من هذا التراث الحزين. شخصية السياب يعني تعجب الكثيرين. السياب كان صادقا، كان قويا حتى في قراراته. عندما انتمى على سبيل المثال للحزب الشيوعي، انتمى يقول لأنني أحب أن أنصر الضعفاء، أن أقف مع الفلاحين. وعندما تركه قال لأنه ألغى خصوصية المحلية، أنا أريد أن أبقى أيضا مع الفقراء ومع الفلاحين. كيف هي عائلة السياب؟ السياب كان في البداية يظن أن عائلته من التجار ومن الملاكين. عندما سافر إلى بغداد بدأ يكتشف أن عائلته أيضا فقيرة، وأن ما يجنيه هذا الملاك يعني في السنة 50 أو 60 دينار في ذلك الوقت، يستطيع عامل بسيط في بغداد أن يكسبها. فلذلك عاد إلى عائلته، عاد إلى ناسه ووظفهم في شعره، وظف يعني السياب عاش في أبو الخصيب، ومنطقة أبو الخصيب معروفة أنهار وأشجار نخيل وملاحين، عاد لهم ليوظفهم في شعره، فنجد هذه الرموز المحلية كلها موظفة في شعر السياب. نعم. أيضا لديه 3 أبناء فقط. نعم، بنتين وشاب. نعم. طبعا الآن كبير، غيلان، وغيلان عنده أيضا ابن اسمه بدر، ولم التقي به، لكن صديقي قال أن بدر أيضا يشبه بدر شاكر، يشبه جده السياب. فأيضا من هذا المنبر نحييهم ونقول لهم أن السياب أبوكم قدم الكثير لهذا الوطن، أعاد الروح المحلية لهذا الوطن، كان وطنيا من الطراز الأول،
كان يحب كل شيء في هذا الوطن. سياب كان يقول الشمس التي هي واحدة في كل العالم أجمل في العراق، كان يقول الشمس أجمل في بلادي من سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق. نود أن نسمع قليلا من شعر السياب بصوت ناصر الحجاج، ولكن قبل ذلك سنتوقف مع فاصل ثاني أستاذ ناصر، ونعود بعده لمتابعة هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، فابقوا معنا.